يعني معناه ايه؟ طالع انت بتاخد الغاز من البحر المتوسط عشان يروح ينافس الغاز الروسي في اوروبا. وهنا استفاق الدب الروسي وقال لهم شوفوا لكم لعبه غير، ورفض تنفيذ اخر وصله اللي هي كانت حوالي 30 كيلو من حلب الى كلس. رفض. يقوم ايه؟ يقوم تظهر شركه مره واحده، شركه خلقت من لا شيء في جمهوريه التشيك، وراحت وقدمت طلب وقالت نحن لها، احنا شركه نقدر نعمل كل نوصل لكم كل الانابيب اللي انتم عايزينها من حلب لكلس. والشركه التشيكيه راحت وعملت الشغل بتاعها وبدات تعمل كل الاعمال الهندسيه عشان انشاء هذا المركب. حصلت مشاكل كثيره، الكلام ده احنا بنتكلم عليه بقى امتى؟ الكلام ده كان بنتكلم عليه في سبتمبر 2010. توقف العمل ولم تستطع الاكمال بعد كده الشركه التشيكيه لتوصيل خط الغاز انبوب الغاز العربي الى تركيا. توقف الفيلم في نوفمبر 2010. يوم ايه؟ يوم يناير 2011 يوم او فبراير 2011 يوم الربيع العربي او الحرب الاهليه في سوريا. حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. فالمهم باظت الفكره. الشيء الواضح لي على الاقل هذا الانبوب الغرض منه مش انبوب، لا هو انبوب غاز مصري ولا يحزنه، هذا الانبوب هو انبوب للغاز بتاع البحر الشرق المتوسط، وياخد الغاز كله من شرق المتوسط وينقله الى اوروبا، بدليل انه بعد انشاء الانبوب وكل شيء وحصل في 2006 قامت حرب ضروس ما بين اسرائيل ولبنان، وقام الطيران الاسرائيلي في هذا الوقت بدك جميع محطات الكهرباء اللبنانيه، وتوقف منذ ذلك الحين لم تعد لبنان قدرات على تلبيه متطلبات الشعب بالكهرباء. الكلام ده حصل وموجود انبوب الغاز العربي اللي احنا كنا لسه بيقولوا بيغنوا عليه بقى له كذا سنه انه معمول خصيصا لتلبيه طلبات هذه الدول العربيه ومنها لبنان، لم يقدم نقطه غاز واحده الى لبنان بعد ذلك. مهم يعني. فالفيلم ده كله كان لتوصيل الغاز الاسرائيلي الى اوروبا. وما ان فشلت هذه الفكره حتى قامت الحرب لتسهيل ذلك، لتذليل ذلك. ده ارخص اسلم طريقه لتوصيل غاز شرق المتوسط الاسرائيلي الى اوروبا. فلما لا يحدث ذلك قالوا يبقى خلاص اللي ما لا ياتي بالسلم ياتي بالحرب. ولكن ثبت لهم ان الحرب كمان مش نافعه. فبدأوا يفكروا، قال لك طب نزحزحه شويه بعيد، مش لازم الجزء اللي هو شرق سوريا ده كله اللي هو دمشق حمص حما حلب، دي المنطقه اللي هي مزدحمه بالسكان او اللي بيسموها سوريا المفيده. سوريا المفيده برضه اللي فيها كل السكان كمان. فدي مشكله لانه دول تحت سيطره الحكومه. طب تعالى نزحزحه شويه الى الشرق ونبعده، نمشيه في الحته اللي بيسموها كده من ايام الرومان بيسموها سوريا الخاويه. كويلي سوريا، كويلي سوريا، كويلي سوريا، سوريا سوريا الخاويه اللي هي احنا بنسميها ايه دلوقتي؟ اللي هو شرق الفرات. طب نفوتها من شرق الفرات. ما شرق الفرات حلو عشان تعملها لازم تفوت على اسمها ايه قاعده التلف، قاعده التلف اللي هي على الحدود الثلاثيه بين الاردن والعراق وسوريا.